نروح الآن للين نشوف جديد أخبار الرياضة. والله أنا على سيرة الخيال عم بتخيل الرياضة بالمطبخ، وهذا الشيء مو خيال لأنه حيصير بعد شوي، صح؟ رح نسويه، احنا ما عندنا شيء خيال بعد شوي. كيف يسعد صباحكم من جديد، ومن الأخضر الشاب بدايتنا اليوم بعد ما طرق المنتخب السعودي تحت 23 عام باب أولمبياد طوكيو 2020 بقوة ليحتفل بتأهله لنصف النهائي من البطولة الآسيوية بالفوز على تايلاند، وهيك عنده فرصتين لبلوغ الأولمبياد. الأولى هي الفوز في نصف النهائي، والثانية الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث في حال التعثر في نصف النهائي، وذلك بعد انتظار دام 24 عام من آخر ظهور للمنتخب السعودي بالألعاب الأولمبية. نشوف كيف كانت الأجواء وكلمة ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم بعد التأهل الآسيوي. الوجه كالعاده، وقلت لكم اليوم الرهان عليكم، اللي يراهن عليكم ما يخسر. ابطال، اثبتوا انكم رجال، مثلتوا بلدكم احسن تمثيل. وللأسف خسر المنتخب الإماراتي يوم أمس من أوزبكستان بخمسة أهداف لهدف، وبالتالي تواجه السعودية المنتخب الأوزبكستاني في نصف النهائي. وأيضا شهدنا خروج الأردن من البطولة بعد هزيمتها من قبل كوريا الجنوبية. وبنبقى في السعودية وإلى عالم السيارات، وتحديدا رالي داكار اللي اختتم يوم الجمعة بنسخته الأولى بتتويج الإسباني كارلوس ساينز. أما المركز الثاني في الترتيب العام فكان من نصيب الفرنسي بيتر هانسل، أما يزيد الراجحي فحقق المركز الرابع كأفضل ترتيب سعودي في تاريخ المنافسات من 41 عام. ويبدو أن القهوة تصعب مقاومتها حتى أثناء السباق، حيث أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إيقاف متسابق وملاح سعوديين لمدة 3 أشهر بسبب ارتكاب مخالفة تمثلت بصب واحتساء القهوة خلال رالي داكار. وبعد انتشار مقطع الفيديو اللي صوره السائق، قرر الاتحاد إيقاف الاثنين لأن هاي التصرفات تخالف الأنظمة والقوانين وتسيء لسمعة المتسابقين السعوديين بحسب الاتحاد. وإلى الإمارات اللي احتفلت بتتويج نادي النصر للمرة الثانية بتاريخه بلقب كأس الخليج العربي بعد الفوز على نادي شباب الأهلي دبي، وكان اللقب الأخير للعميد النصراوي في موسم 2014-2015، وارتدى لاعبو النصر قمصانا المكتوب عليها الناموس بو راشد، وأهدوا اللقب إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس نادي النصر. ومن روح للكرة الإنجليزية، وأخيرا تمكن محمد صلاح من فك عقدة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وعزز الفريق صدارته بهدفين مقابل لا شيء، أحدهما بتوقيع النجم المصري، وهيك بيكون رفع صلاح رصيد أهدافه إلى 11 هدف بهالدوري متساوي مع السنغالي ساديو ماني. أما في الدوري الإسباني شهدنا يوم أمس الظهور الأول لمدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين، ولحسن حظه قاد ميسي الفريق للفوز بصعوبة قبل 15 دقيقة على صافرة النهاية في أول مباراة يتولى فيها سيتين مسؤولية القيادة. فكانت ردة فعل الجمهور أنه مهما غيروا من مدربين يبقى ميسي متألق ومستواه ما رح يتغير، وكمان نجم ورجل العائلة بعد انتشار هالمقطع بعنوان حتى ميسي جرب هالفلتر. أنا كل ما بجربه بتطلع شخصية شريرة فبطلت استعمله من الآخر. ومنروح لإسبانيا، ومعاناة لاعب ريال مدريد هازارد من الانتقادات بعد ما لاحظ الجمهور زيادة في وزنه مؤخرا، تحديدا بعد انتقاله للنادي الملكي قادما من تشيلسي. فهل يكون الطعام الإسباني هو السبب؟ كشف هازارد بأن الإجازة هي السبب، فهو يترك لنفسه المجال للاستمتاع بالإجازة الصيفية ولا يحرم نفسه من شيء مهما تسبب بزيادة في وزنه، ووعد الجمهور أنه رح ينزل الوزن الزائد.
أما أليكس مورغان نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات مو زايد وزنها أبداً، بل هي حامل بالشهر السادس، وظهرت وهي تلعب الكرة بكل لياقة، الأمر اللي دفع زميلاتها إلى وصفها بالوحش، وأكيد هيك بتكون عم بتشجع كل النساء الحوامل على الالتزام بممارسة الرياضة بعد استشارة الطبيب بالتأكيد. ومنبقى بأجواء الكرة النسائية ولكن بأستراليا، ويبدو أن الحرائق أثرت على الرياضيين أيضا، فانسحبت نجمة التنس ماريا شاربوفا من مباراة استعراضية في إحدى ضواحي مدينة ميلبورن بسبب استنشاق الدخان، وطلبت إيقاف المباراة بعد معاناتها من نوبات سعال حادة. وعلى الجانب الآخر، تبرع لاعبات تنس نادال وريجيه فيدرر بمبلغ 250 ألف دولار أسترالي في مدينة ميلبورن لضحايا الحرائق الهائلة اللي اجتاحت أستراليا من عائدات المباريات الاستعراضية، وهيك بيكونوا انضموا لباقي نجوم الكرة الصفراء اللي سبق وتبرعوا بمبلغ وصل ل 2.8 مليون دولار أسترالي. أما أغرب رهان لمساعدة ضحايا حرائق أستراليا كان من قبل مات رايان حارس مرمى برايتون الإنجليزي، اللي وعد بالتبرع بمبلغ 500 دولار أسترالي عن كل كرة ينجح أي حارس مرمى في التصدي لها خلال آخر جولة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولحد الآن وصل المبلغ ل 28 ألف دولار أسترالي. يعني طريقة غريبة للتبرع، وإن شاء الله يا رب بيقدروا يحلوا كل المشاكل والأضرار. شكرا لك. شكرا يا هاني. ويعني اهم شيء في تبرع بالنهايه. اكيد اهم شيء انه يرجع الوضع مثل ما كان وما يتكرر كمان. شكرا لك، استمتعنا كثير باخبارك اليوم. تسلم. شكرا جزيلا. شكرا يا هاني.